ثاني قاعد مع منافس مباشر معناتها الفزار ديريكت بالنسبه لنا احنا ثلاثة نقاط مهمه خاصه معناتها بالاداء خاصه في الجيمي تو كنا الاولاد قدموا مقابل كرة الثنائيات عرفت كيفاش يستغل الفرص اللي جات وسجل اهداف عموما يعني انتصار مستحق لمستقبل سليمان احنا علينا نزيدوا نخدموا اكثر مازالت الامور ما وضحتش بالله احنا نملك حظوظنا لاخر جوله ونلعبوا ونحضروا وان شاء الله اللي في الخير ربي يسهل.